هذه سارة تخرج غاضبة من مبنى مديرية أمن العام. هي بلشت من يومين وقت قالوا الخبر على التي في انه لازم الباسبورات المجددة بخط الإيد لازم تتغير وتنلغى. أنا مسافرة السبت، فاليوم ركضنا لجبنا إخراج إيد وإفادة سكن ومختار، جينا على أمن العام وعجقة كتير بأمن العام، عجقة مش طبيعية لأن كل الناس عندها نفس المشكلة. اللبنانيون احتشدوا بالعشرات أمام مديرية الأمن العام بعد القرار المفاجئ بإلغاء جوازات السفر المجددة يدوياً، وتلك التي تتضمن مرافقين كأطفال وقاصرين إلى جوازات الراشدين في مهلة أقصاها 10 كانون الثاني، وذلك التزاماً بالمعايير المفروضة من منظمة الطيران المدني الدولي. أنا من سنة جددت باسبوري على 5 سنين، يعني بعد ما خلصت هيدي السنة بقالي أكثر من 4 سنين، هلأ بدي أضطر أعمل واحد جديد. قداش جددتوا اليوم باسبور؟ 5 سنين مع أنه كان valid لـ3 سنين. ثلاث سنين وقداش تدفعت تقريباً؟ 405,000. سيتعين على حملة جوازات دفع تكاليف تجديدها، أي 60,000 ليرة للسنة الواحدة و 300,000 ليرة لـ5 سنوات، ولنيل الجواز في يوم واحد كلفة 105,000 ليرة إضافية. ومن تكبد تكاليف التجديد منذ أشهر قليلة ملزم بدفعها من جديد. هلأ مضطر 5 سنين لأنه إذا بدي أخذ فيزا من سفارة الباسبور لازم يكون صالح 3 سنين بعد ما تأخذ الفيزا، بس عم بقوله أنه بعد 6 أشهر حيغيروا حيعملوا بايومتريكس، ف مضطر تدفع 400,000 هلا وبعد سنة ترجع تعمله 5 سنين زيادة لأنه حيتغير السيستم الباسبور كله. الـMTV تواصلت مع منظمة الطيران المدني الدولي لتبيان أسباب هذا القرار المفاجئ وفرضه على عجل ومن دون إنذار مسبق. In the document it says the 24 November deadline. So is Lebanon is a member of the ICAO? Yes, it is. So basically the ICAO will brief the states. All the governments should know about these regulations, correct? Oh, absolutely, yeah. إذن يتبين أن لبنان تسلم عدة اختارات آخرها منتصف تشرين الثاني لإنهاء قضية الجوازات، ومكاتب السفر لم تطلع على القرار. يبقى أن محاولة الدولة تبرئة نفسها من خطيئة المماطلة بتمديدها مهلة التسوية 10 أيام إضافية ستريح ضميرها المثقل، لكنها لن تطمئن المواطنين المصابين بحالات الهلع.